بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي، إزيكم أبنائي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير يا أولاد. النهاردة إن شاء الله يا أولاد هنشرح الدرس التالت في الهندسة، الوحدة الرابعة. نتكلم عن المثلث. هنتكلم عن مجموع قياسات الزوايا الداخل المثلث ومفهوم الزاوية الخارجة، ونستنتج العلاقة بين الزاوية الخارجة والزوايا الداخل. طيب، أول حاجة خالص يا ولاد لازم ناخد بالنا إن المثلث بيتكون من 3 أضلاع وثلاث زوايا. المثلث ده بحدد نوعه حسب أضلاعه أو زواياه. يعني لو جيت أحدد نوعه حسب أضلاعه، في مثلث بيكون متساوي الأضلاع وقياس كل زاوية من الزوايا الداخلة 60 درجة، وفي مثلث يكون متساوي الساقين، في ضلعان فقط متساويان في الطول، وزاويات القاعدة تكونان زاويتان حادتين. ممكن الرأس تبقى زاوية حادة، أو ممكن الرأس تبقى زاوية قائمة، أو ممكن الرأس تبقى زاوية منفردة، لكن دايما زاويتان القاعدة يكونان زاويتان حادتين. طيب، ممكن برضو يبقى حسب أضلاعه مثلث مختلف الأضلاع، يبقى ضلع كبير وضلع صغير وضلع التالت وسط بينهم مثلا. تمام، يبقى مثلث مساوي الأضلاع، مثلث مساوي الساقين، مثلث مختلف الأضلاع. ده بالنسبة للأضلاع. وفي ال3 حالات بيكون مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مثلث 180 درجة. طيب، المثلث برضه بيتحدد نوعه حسب زواياه. مثلث حاد الزوايا، يعني جميع زواياه قياسها حادة. قياسها حادة يعني كل زاوية من زواياه بتبقى أصغر من 90 درجة وأكبر من الصفر، زاوية حادة، زاوية حادة وزاوية حادة. أو يكون المثلث قائم الزاوية، يعني زاوية الرأس قياسها يكون 90 درجة، وكل زاوية من الزوايا الموجودة بتكون قياسها أقل من 90، والزاويتين الحادتين في المثلث القائم يكونان متتمتان، يعني مجموع قياسيهما 90 درجة. تمام؟ مش شرط يبقوا زي بعض، ممكن مثلا هتبقى 45 و45، ده في حالة لو كان مثلث قائم الزاوية متساوي الساقين. لكن قائم الزاوية وزاوية القاعدة مش زي بعض، ما بقولش عليه متساوي الساقين. يعني ممكن تبقى الزاوية هنا 30 وهنا 60، زاويتين متتمتين يعني. النوع الثالث بالنسبة للزوايا، مثلث منفرج الزاوية، زاوية الرأس بيبقى قياسها أكبر من 100، أكبر من 90 وأقل من 180. يبقى المثلث يا إما حاد الزوايا، يا إما قائم الزاوية، يا إما منفرج الزاوية. تعال نتعرف على الأفكار الموجودة في كتاب المدرسة. هنا استعد تمرين تمهيدي، تستخدم المثلثات في إنشاء كثير من المشروعات وبناء المنازل وأشرطة المراكب وغيرها. بيّن كيف يمكنك حساب قيمة إكس الموجودة في الشكل المقابل. بص يا ولاد، هو جاب لي مثلث اللي هو المنزل اللي عندنا، في مثلث فوق هنا 80، مثلث اللي هو جوه الشباك ده يا ولاد، يعني نمط البيت مرسوم، الأبواب بتاعته اللي فوق على شكل مثلث كده. فهنا 80 وهنا إكس وهنا إكس، يعني الأنجل هنا الزاوية قصة 80، وهنا إكس وهنا إكس أهو. إكس وإكس معناها ده مثلث متساوي الساقين، زاوية الرأس 80 درجة. عشان أجيب كل واحدة من زاوية القاعدة بجمع الإكس والإكس وأجمع 80 وأطرحهم، يعني أجمعهم هما التلاتة وأساويهم 180، أعملها معادلة يعني، أو أجمع الإكس والإكس 2 إكس، يبقى مجموعهم الاتنين بمية درجة، لأن 100 زائد 80 ب180، لأن ده مثلث مجموع قياسات زوايا الداخلة 180 درجة. يبقى أنت عندك إكس زائد إكس تبقى 2 إكس زائد 80 بيساوي 180 درجة، يبقى 2 إكس بيساوي 100، وبالتالي الإكس هتساوي 100 على 2 فيها 50 درجة، يبقى الإكس قياسها 50 درجة. تمام؟ تعال نشوف، فكر وناقش. إذا كان لديك 4 قطع من الخشب أطوالها 5 سنتي و15 سنتيمتر و20 سنتيمتر و30 سنتيمتر، فأي 3 منهما أو 3 منها يمكنك أن تستخدمها لعمل مثلث؟ أي 3 قطع هتستخدمهم عشان تعمل مثلث؟ خد بالك من قاعدة مهمة يا ولاد، لازم في حاجة اسمها متباينة المثلث. بتقول لي إيه؟ مجموع طولي أي ضلعين أكبر من الضلع التالت، لازم أجمع الضلعين اللي أنا هختارهم يكون أكبر من التالت. يبقى أنا لو خدت ال5 وال15 لو جمعتهم هيديك 20، ال20 مش أكبر من عدد، يبقى ما ينفعش
اخد 5 و15 واي واحده من التانيين معاهم، تمام؟ 5 و15 لازم يكون مجموع طلاب اي ضلعين اكبر من الضلع التاني، فمش هينفع اخد دول مع بعض، تمام؟ طيب تعالى ناخد ال 15 وال20، ال 15 وال20 مجموعهم 35 اكبر من 5، تمام؟ بس لو جمعت 5 زائد 15 هيديك 20، مش هينفع برضه. طب تعالى ناخد العددين اللي هما الخمسة والعشرين والتلاتين، لو جيت تجمع دول ما هوش أكبر من ده، يبقى دي غلط برضو، 25 مش هينفع أخدهم مع بعض. طيب لازم مجموع الضلعين أكبر من الضلع التالت يا ولاد، يعني هاخد مثلا إيه الخمستاشر والعشرين والتلاتين، لأن الخمستاشر لما أجمع عليها 20 تديك 35، يبقى لما تيجي تجرب لازم يكون الضلعين الصغيرين أكبر من الضلع التالت، دي أقل حاجة، يبقى مجموع طولي أي ضلعين أكبر من الضلع التالت. يبقى التلات قطع اللي هينفع إن أنا أكون منهم مثلث هي الخمستاشر وعشرين وتلاتين. طب تنفع حاجة تانية ولا لأ يا ولاد؟ لو أنت خدت مثلا 5 و15 20 مش هينفع، لأن ال20 موجود زيها. خدت مثلا 20 و30 50، 50 وجت 5 يبقى 5 زائد 20 يعني مش هتنفع برضه، لأن لما تاخد 5 وتاخد 20 وتاخد 30، 5 زائد 20 25 مش أكبر من 30، يبقى الشرط إن مجموع طولي أي ضلعين بيكون أكبر من طول الضلع الثالث، لازم الضلعين اللي أنت هتجمعهم يكون طولهم أكبر من الضلع إيه؟ التالت، فهمتوا؟ فإحنا هناخد ال 15 سنتيمتر، القطعة اللي طولها 15 سنتيمتر، والقطعة 20، والقطعة اللي هي كام؟ 30، لأن المجمع 15 زائد 20 ب 35 تبقى أكبر من 30. طيب في ديفينيشن مهمة جدا، المفردات الزوايا الداخلة اللي هي interior angles، والزوايا الخارجة اللي هي exterior angles، وهي متباينة المثلث triangle inequality. triangle inequality. طيب مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث بتساوي 180 درجة. قياس زاوية 1 زائد زاوية 2 زائد زاوية 3 ب 180 درجة، دي قاعدة عندنا مهمة جدا يا ولاد، إن مجموع الزوايا الداخلة لأي مثلث بتساوي 180 درجة. في معلومات سابقة إحنا شرحناها من شوية، تنصف المثلثات بالنسبة لقياسات الزوايا يا إما مثلث حد الزوايا، يا إما قائم الزاوية، يا إما منفرج الزاوية. حد الزوايا به ثلاث زوايا حادة، قائم الزاوية به زاوية قائمة، منفرج الزاوية به زاوية إيه؟ منفرجة. ده نشاط تعاوني، بيقول لي تعاون مع أحد زملائك بالفصل وقم بالخطوات التالية: ارسم مثلث اي بي سي، قص مثلث ثلاث أجزاء، هات ترتيب زوايا المثلث بحيث تكون متجاورة. هتلاحظ إن الثلاث زوايا مجموعهم 180 درجة. مثال رقم واحد بيقول لي قم اوجد قيمة المتغير في كل مما يأتي، مسائل محلولة هنشرحها وبعدين نحل التقييم الذاتي يا حبايبي. بص معايا كده، المسألة اللي هي رقم واحد جاب لك مثلث هنا الزاوية 62 وهنا الزاوية 49 وهنا إكس، يبقى إكس زائد 62 زائد 49 بتساوي كام؟ 180، يبقى إكس زائد هجمع 9 و2 11 و5 و6 11 يعني بتساوي 180، يعني 10 ناقص 1 ب9 و7 ناقص 1 بإيه؟ ب6، يبقى قيمة الإكس، الإكس هنا قياسها زاوية إكس 69 درجة. المسألة اللي بعدها رقم 2، رسم مثلث بالمنظر ده، هنا الزاوية ايه وقال لي هنا 5A وهنا 3A، انت تقول له بما ان ال A زائد 5A زائد 3A 180، يبقى هنا 6A و 3A يعني 9A بكام؟ ب 180، يعني ال A بتساوي 180 على 9 فيها ال 20 درجة، يبقى ال A قياسها بكام؟ ب 20 درجة. تعال نحل التقييم الذاتي، أوجد قيمة المتغير في كل مما يلي، الرمز الموجود ده اسمه تغير يا ولاد، أنت عندك هنا إكس زاوية منفرجة، لو أنت بتحل لازم الزاوية قياسها يكون أكبر من 90 أو كل 180 أنت هتجيبه يعني، وجاب لك هنا الزاوية 31 درجة، يبقى تقول له والله 31 زائد 50 زائد الإكس 180، يبقى الإكس بتساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هما 81. يبقى 10 ناقص 1 ب9 وهنا 17 ناقص 8 بإيه؟ 9، تطلع الزاوية بتاعها ب 99 درجة. يبقى جمعنا
زاويتين طلع مجموعهم 81، اطرحهم من 180 يديني الناتج 99 درجة. التمرين اللي بعده عندي ثلاث حدود متشابهة، الحد الأول هنا 3y وهنا 4y وهنا 2y، ثلاث زوايا داخلة مثلث مجموعهم 180 درجة، يعني أقول له 4y زائد 6y زائد 3y ب 180، 4 و6 10، 10 و3 13، يبقى 13y دي 4 ودي 3 ودي كام؟ دي 2، دي 2y يا ولاد. تاني كده يا حبيبي راجع معايا تاني، هنا 2y وهنا 4y وهنا 3y، يبقى اقول له 4y بما ان 4y زائد 3y زائد 2y بكام؟ ب 180 درجة. اذا 4 و3 7 و2 9، 9y ب 180 نقوم مقسمين على 9، يبقى الواي بيسحب يساوي 20 درجة. يبقى الواي هتساوي كام درجة يا ولاد؟ 20 درجة. تمام، هو عايز بس قيمة المتغير. بعد كده في نظرية مهمة جدا، الزاوية الخارجة للمثلث قياسها بيساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة لها، دي اسمها زاوية خارجة. اسمها زاوية ايه؟ خارجة. طب بنعرفها زاوية خارجة ازاي؟ بيكون الزاوية الخارجة ضلع منها على امتداد أحد أضلاع الزاوية المجاورة ليها وتكون مشتركة معها في ضلع آخر. يبقى أما أقول زاوية بي أو زاوية دي بي سي اسمها زاوية خارجة عن المثلث سي بي اي، لأن قياس زاوية سي بي اي زائد قياس زاوية سي بي سي بي اي زائد سي بي دي بيساوي 180 درجة، يبقى الزاويتين دول متكاملتين مجموعة 180 درجة. طيب بص يا حبيبي، لو انا عملت هنا زاوية واحد وهنا زاوية اتنين، خلاص، وهنا زاوية تلاتة، الزاوية اللي بره دي هتبقى اسمها 180 ناقص قياس زاوية تلاتة، خلاص. طيب 180 لما اطرح منها زاوية تلاتة هي نفسها واحد زائد اتنين، يبقى واحد زائد اتنين، الزاويتين دول عشان اجيب مجموعهم بقول 180 ناقص زاوية تلاتة، يبقى قياس الزاوية الخارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة لها. يبقى انت عشان تتأكد أو تثبت القاعدة، لو أنا عملتها لك أرقام، عملت لك زاوية خارجة عن المثلث، الزاوية الخارجة دي خليتها رقم 4، وهنا زاوية رقم 2، وهنا زاوية رقم 3، وهنا زاوية 1، أنت عارف إن زاوية 2 الميجر بتاعها مع زاوية 3 الاتنين بيساووا 180 ناقص ميجر للأنجل 1، صح؟ يعني الزاوية دي والزاوية دي لو جمعتهم في المثلث هيساووا 180 ناقص الزاوية دي. ماشي. طيب كذلك برضو زاوية 4، انت عندك زاوية مستقيمة، يعني المجر الانجل بتاع زاوية 4 بيساوي 180 ناقص مجر الانجل 1. لاحظ العلاقتين اللي عندك، الطرف الايمن بيساوي الطرف الايمن، يعني الايسر يساوي الايسر. يبقى زاوية 4 دي اسمها زاوية خارجة بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة لها. يبقى قياس الزاوية الخارجة لأي مثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة لها. تمام. يعني مثلا يا حبيبي لو جالك تمرين كده المنظر ده، دي اسمها زاوية خارجة، الزاوية هنا مثلا كانت 60 وهنا كانت 70، أقدر إن أنا أجيب الزاوية الخارجة أجمع 60 و70 تبقى كام؟ 130 درجة، لأنها زاوية خارجة عن المثلث. طيب في سؤال فكر هنا، هل زاوية سي بي دي زاوية خارجة للمثلث أم لا؟ طبعا الزاوية سي بي دي ليست خارجة للمثلث، يعني هو جابها لك بالمنظر ده، الزاوية اللي هنا ليست زاوية خارجة. ليه؟ لأن ضلع الزاوية الخارجة لازم يكون على امتداد الزاوية المجاورة لها، يعني لازم يكون الضلع اللي عندي بتاع الزاوية اللي هو الضلع ده يكون ايه؟ هو وضلع الزاوية المجاورة ليها على استقامة واحدة، يعني الزاوية الخارجة والزاوية اللي جنبها لازم يكملوا بعض، يبقى مجموعهم 180 درجة. مفهوم؟ طيب تعال نشوف مثال رقم 2. رقم 1 بيقول لي هنا اوجد قيمة المتغير في كل مما يأتي، رسم مثلث بالمنظر ده، وهنا عمل اكس، وهنا 82، وهنا 22، وانا عايز قيمة الاكس، زاوية اكس هي زاوية خارجة عن المثلث،
يبقى قيسها بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين، يعني أقول له 82 + 22 يبقى الإكس بيساوي 2 و2 4، 8 و2 إيه 10، يعني 104 درجة. هنا في زاوية كان قياسها 2x - 2 وهنا 3x + 7 وهنا 125. زاوية 125 درجة يا ولد. هنا زاوية خارجة عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين عدد المجرد، يعني هنقول له 2x - 2 + 3x + 7 دول زاويتين يا ولاد ايه داخلتين، مجموعهم بيساوي 180 - الزاوية التالتة، والزاوية 125 + الزاوية التالتة بتساوي مجموع 180. يبقى الزاوية الخارجة تبقى عارف على طول ان مقياسها بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين. إذا يا ولاد نستنتج ان الزاوية الخارجة مقياسها بيساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة له. يبقى ال 125 دي عبارة عن مجموع الزاويتين اللي جوه. هجمع بقى 2x و3x يبقى 5x، وسالب 2 + 7 تبقى 5، بتساوي 125. يعني ايه 5x تساوي 125 - 5 = 120، او مقاسم على 5 تبقى 12، تقسيم 5 فيها الاتنين بقى 2، 20 على 5 = 4، يعني الاكس قيمتها بكام؟ ب 24. يبقى الاكس يا ولاد قيمتها ب 24 بقى. تعال نشوف التقييم الذاتي اللي معانا اللي هو رقم 2، تقييم ذاتي جاب لي هنا زاوية خارجة عن المثلث 2x + 16 وهنا 80 وهنا x + 1. هنلاحظ ان 2x + 16 دي زاوية خارجة تساوي مجموع الزاويتين الداخلتين اللي هي x + 1 وايه والتمانين. يبقى هجمع x + 1 + 80 بيساوي 2x + 16، مفهوم كده؟ يبقى x + 1 لما اجمع عليها 80 تديني كام؟ 2x + 16. يبقى اقول لك 2x + 16 بتساوي x + 81. جمعت هنا الحدود المتشابهه، جمعت هنا ال 80 و1 و81، اعدي ال 81 او اعدي الاكس الطرح من 2x الاول عشان هي الصغيره تروح للكبيره، وال 16 تيجي هنا بعكس الاشاره. يبقى انت عندك 2x هتطرح منها x، وال 81 تطرح منها 16، يبقى 2x بيساوي 2x نطرح منها x يبقى x، يبقى 2x - x يساوي 81 - 16. هنا تبقى 11 - 6 = 5 و7 - 1 = 6، يعني الإكس بيساوي 65 درجة. يبقى الإكس قيمتها ب 65. فهمت يا ولاد؟ يبقى أنا عملت 2x + 16 بتساوي x + 1 + 80، 80 + 1 = 81، عدلت 16 طرحتها منها طلعت 65، و2x - x بإكس، يعني الإكس بيساوي 65 درجة. طبعا ممكن نتأكد من صحة الحل، الناتج اللي احنا جبناه بنعوض بيه في كل زاوية ونشوف هل الزاوية الخارجة الناتج بتاعها بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ولا لا. يعني انت جبت هنا الاكس 104، تكتب هنا 104، 104 بتساوي 82 + 22. متباينة المثلث، المتباينة يا ولاد بتقول لي إن مجموع طولي أي ضلعين أكبر من طول الضلع التالت. فمثلا لما يبقى عندي أضلاع 3 سنتيمتر و4 سنتيمتر و5 سنتيمتر، لو أنا جمعت أي ضلعين لازم يكون أكبر من الضلع التالت، فأنا باخد أصغر ضلعين بجمعهم اللي هما 3 والـ4، أصغر ضلعين أجمعهم هيطلع ب7، السبعة أكبر من الضلع التالت اللي هو 5، تمام؟ طب إزاي بقى نرسم المثلث بتاعنا؟ عشان أرسم المثلث يا ولاد بمعلومية أضلاعه هجيب مسطرة وارسم قطعة مثلا الأولى أسميها AB 3 سنتيمتر، وأفتح الفرجار بتاعي البرجل اللي عندي وأعمل طول القطعة التانية مثلا 5 سنتيمتر وطول القطعة اللي بعدها 3 ويتقاطع في نقطة، وأقوم راسم المثلث بتاعي. يبقى أنا كده رسمت المثلث بالأدوات الهندسية. يبقى متباينة المثلث بتقول لي مجموع طولي أي ضلعين أكبر من طول الضلع التاني. طب بيقول لي حاول رسم المثلث اللي اضلاعه 5 و5 و7. هنا يا اولاد مجموع طولي اي ضلعين اكبر من الضلع الثالث، يبقى تبقى الخمسه والخمسه والسبعه هتنفع، ينفع ان انا ارسم مثلث اضلاعه 5 سم و5 سم و7 سم. ليه؟ لان لو جمعت الضلعين الصغيرين دول
هلاقي مجموعهم اكبر من الضلع الثالث، لازم اكبر، يعني ما ينفعش يكون اصغر او يساوي، لا لازم يكون اكبر. فهرسمه ازاي؟ اجيب المسطره وارسم قطعه ولتكن اي بي طولها 7 سنتيمتر، بعدين افتح البرجل 5 سنتي وافتح البرجل 5 سنتي، هيتقاطعوا في نقطه، واقوم موصل النقطه دي بايه؟ بالبدايه والنهايه. يبقى انا كده رسمت المثلث اللي هو فيه 5 و5 و7. طيب 3 سنتيمتر و4 سنتيمتر و8 سنتيمتر هينفع يا ولاد؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان لو جمعت الثلاثه زائد الاربعه هتبقى ب7، السبعه اصغر من الثمانيه. لا لازم يكون مجموع الضلعين اللي عندي اللي هما الصغيرين يكون اكبر من الضلع ايه؟ الثالث. هنا لا يمكن، يبقى هنا مستحيل، مستحيل رسم مثلث بمعلومية الأضلاع 3 و4 و8. طب هل ننفع نرسم مثلث أضلاعه 2 سنتي و4 سنتيمتر و6 سنتيمتر؟ لو جمعت 2 و4 6 تساوي 6. غلط، مينفعش، لازم مجموع الضلعين دول يبقى إيه؟ أكبر من الضلع التالت، يبقى مستحيل برضه. يبقى هو بعد كده بيدخلني بقى على قانون متابعة المثلث، مجموع طولي أي ضلعين في المثلث أكبر من طول الضلع التالت. خلاص؟ أي ضلعين بنجمعهم بيبقى أكبر من الضلع التالت. في المسائل المحلولة الستة والخمسة والعشرة، لو جمعت أصغر ضلعين 6 و5 11 هيبقى أكبر من 10، يبقى يمكن رسم مثلث. الأربعة والأربعة والتمانية مش هينفع، لأن 4 زائد 4 8 بتساوي الضلع التالت، مش هينفع. الستة والتلاتة والاتناشر، لو أنا جمعت 6 و3 9 مش هتنفع برضه، لأن لازم مجموع الضلعين الصغيرين يبقى أكبر من الضلع التالت. تعال شوف التقييم الذاتي. رقم واحد جاب لك الأضلاع 9 سنتيمتر و5 سنتيمتر و4 سنتيمتر. أنت لو جمعت الضلعين الصغيرين 4 و5 كام؟ 9. هتساوي كام؟ 9. يبقى لا يمكن، لا يمكن رسم مثلث. طب اللي بعدها جاب لي هنا 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر 7 سنتيمتر. لو جمعت الخمسة مع الستة تديك 11، أكبر من مين؟ من السبعة، وبالتالي يمكن رسم مثلث. طيب الاتنين والخمسة والعشرة، الاتنين زائد خمسة سبعة، السبعة أصغر من 10، يبقى لا يمكن رسم مثلث، ما ينفعش إن أنا أرسم إيه؟ مثلث. في ملاحظة بتقول لي إن طول أي ضلع في مثلث أكبر من الفرق بين طولي الضلعين الآخرين وأقل منهما. يعني أي ضلع يا أولاد لو رمزت مثلا عايز مثلث كده، عايز أعرف الضلع التالت ده قيمته بكام؟ الضلع الأولاني مثلا كان بإم وده إن، وأنا عايز أعرف طول الضلع ال، ال ده دايما بينتمي للفترة المفتوحة الفرق والإيه والمجموع، يعني بنطرح العددين ونجمعهم. ده في حالة لما تبقى الإم أكبر من إيه؟ من الإن. تاني يا أولاد، لو أنت عايز تعرف الضلع التالت قيمته بكام؟ بتاخد الضلعين اللي عندك تجمعهم وتطرحهم وتشوف العدد اللي بينهم في الاختيارات. ماشي؟ يعني مثلا لو جاب لك أضلاع مثلث، جاب لك مسألة ويقول لك أوجد الضلع التالت إذا كان الضلعين مثلا 5 سنتيمتر و4 سنتيمتر، أنا عايز الفترة التي ينتمي إليها الضلع التالت. يبقى الضلع التالت ده هنرمز بالرمز ال، بينتمي للفرق بينهم ومجموعهم، يعني 5 ناقص 4 بـ1 و5 و4 بـ9، يعني الضلع التالت يا ولاد عدد يقع بين الـ1 والـ9. تمام؟ يبقى أكبر عدد هيبقى بكام؟ يقع بين الـ1 والـ9. هناخد عدد اللي هو اللي قبليه على طول، هو عايز مثلا لو كان عدد صحيح يبقى 8. تمام؟ اللي هو أكبر عدد، وأصغر عدد ما بناخدش بقى الـ1 لأنها مفتوحة من عندها، يعني بتاخد لا 1 ولا 9. يعني الضلع الثالث ما ينفعش يبقى 1 وما ينفعش يبقى 9، ما ينفعش يبقى الفرق بينهم ولا مجموعهم، لكن عدد بينهم. فيقول لك لو قال لك اكبر عدد صحيح يمثل الضلع الثالث هتاخد بين الواحد والتسعه اللي هو 8. ماشي يا حبيبي؟ ركز بس وانا هشرح لك برضه المساله رقم 4. يقول لي اذا كان طول ضلعين في مثلث هما 5 سنتيمتر و2 سنتيمتر، ما هو اكبر عدد صحيح يمكن ان يمثل الضلع الثالث؟ انت عندك في ضلع كان ب2 سنتيمتر وضلع 5 سنتيمتر، كل اللي هتعمله يا حبيبي هترمز الضلع التالت اللي هو ال مثلا، ال كده، وتقول ال اللي بينتمي للفتره المفتوحه، تعمل فتره مفتوحه كده، تقول 5 ناقص 2، العلامه دي اسمها علامه فتره يا اولاد، اعرفها. ماشي؟ 5 ناقص 2 وتجمع 5 زائد 2،
يبقى ال اللي بتنتمي الفترة المفتوحة 5 ناقص 2 اللي هي 3 و5 و2 7. طيب مين اللي يقع بين ال 3 وال 7 أكبر عدد صحيح؟ اللي هو ال 6، وبالتالي أكبر، هتقول بقى طول أكبر عدد صحيح هو إيه؟ هو ال 6. طول أكبر عدد صحيح يبقى بكام؟ ب 6، أو طول الضلع التالت هيكون بكام؟ ب 6. فهمتوا؟ هو طبعا شرح الحل، طول الضلع التالت أكبر من الفرق بينهم وأقل من المجموع، أي أن طول الضلع التالت أكبر من 3 وأقل من 7، وحيث أن طول الضلع المطلوب عدد صحيح، فإن طول الضلع التالت يمكن أن يكون 4 أو 5 أو 6، فإن أكبر عدد صحيح يمكن أن يمثل الضلع التالت اللي هو 6. نفس اللي عملته لك، بس أنا عامله بالرموز يا ولاد، ماشي؟ تعال نشوف تقييم ذاتي رقم 4، مثلث في ABC 3 أضلاع. عند القطعة الأولى AB بـ5 سنتيمتر، وطول BC بـ7 سنتيمتر، طبعا الأطوال غير حقيقية. ما أصغر قيمة، عايزين نجيب أصغر قيمة صحيحة يمكن أن يأخذها طول القطعة AC، يعني عايزين أصغر قطعة، أصغر طول القطعة AC. طيب إحنا هنرمز للقطعة AC أو نكتبها كده AC، وبما أن الـ AC بتنتمي تعمل فترة مفتوحة كده، اتعود في الحل بالإيه، بالخطوات والرموز. هتقوم واخد الفرق بينهم، يعني تاخد السبعة ناقص الخمسة وتاخد السبعة زائد خمسة، يبقى القطعة اللي هي اي سي، القطعة اللي هي سي طول اهو، طول هنا بما ان طول القطعة اي سي بينتمي للفرق والمجموع، اذا طول القطعة اللي هو اي سي بينتمي للفترة المفتوحة 2 و12، يبقى اصغر، اذا اصغر طول القطعة EC، هو قال لك عدد صحيح، يبقى تاخد بين 2 و 12 بعدها 3، ال 2 بعدها 3 4 لحد العدد اللي قبلها، يعني بينهم يا اما من 3 لحد 11، ده صحيح. اصغر طول القطعة EC بيساوي كام سنتي؟ 3 سنتيمتر، يبقى اجابتك هتبقى 3 سنتيمتر. تمام. تقييم الدرس، أولا مسائل على قياس المفاهيم، رقم 1، إذا كان مجموع قياس زاويتين في مثلث 130 درجة فما قياس الزاوية الثالثة؟ الزاوية الثالثة هقول له 180 ناقص 130 تديك كام؟ 50 درجة، يبقى إجابتك جي. السؤال اللي بعده رقم 2، إذا كان قياس زاويتين في مثلث 30 درجة و70 درجة في أي مما يلي لا يمكن أن قياس يكون قياس الزاوية لا يمكن أن يكون قياسا لزاوية من الزوايا الخارجة عن المثلث. الزاوية الخارجة عن المثلث بتساوي مجموع قياس الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة لها. طب بص يا حبيبي، لما يبقى عندك زاوية ب70 وزاوية ب30، يبقى الزاوية التالتة بكام؟ أنت هتجمعهم وتطرحهم من 180، تبقى الزاوية التالتة ب80. يبقى الزوايا الخارجة، الزاوية الخارجة الأولانية هنا اللي جنب 80 تبقى ب100، واللي جنب ال30 تبقى ب150 لأنها هتكملها، واللي جنب ال70 تبقى ب110. يبقى انت عندك الزاويه الخارجه 100 درجه، وعندك الزاويه 150، وعندك الزاويه 110. مين بقى في الاختيارات مش معانا؟ الاختيارات معانا، اللي مش معانا اللي هو 110، يبقى ناخد الاجابه ج. يبقى اختيارنا اللي هو الاجابه ج بتبقى 110 ايه درجه، دي اجابتك، لانه بيقول لك اي مما ياتي لا يكون قياسا للزاويه الخارجه، فانت جبت الزاويه الخارجه بتاعه كل زاويه، ولقيت ان ال 110 ما بتكملش زاويه من الزوايا الموجوده، فنختار اجابه ج. سؤال رقم 3، أي من الأعداد التالية لا يصلح أن يكون أضلاع مثلث؟ بص يا حبيبي، إحنا قلنا من شوية عشان الأضلاع تصلح لازم يكون مجموع طولي أي ضلعين أكبر من الضلع التالت، فأنت هتختار الضلعين الصغيرين تجمعهم، ولو لقيتهم أكبر من الضلع التالت اللي هو جايبهولك خلاص تنفع، ماشي؟ شوف كده، أول واحدة بيقول لك 7 و7 و4، تجمع كده 7 و4 11، أكبر من 7 يبقى ليه تنفع؟ هو عايز لا تصلح، خد بالك، وعايز التي لا تصلح، يبقى الاولى تصلح. طيب ب 3 سنتي و4 سنتي و7 سنتي، 3 و4 7، 7 بتساوي 7 يبقى لا تصلح، يبقى ناخد الاجابه ب، يبقى اجابتك هتبقى ب لانه قال لك لا تصلح. تمام. السؤال رقم 4، مثلث بتساوي ساقين في طول ضلعين 7 سنتيمتر و3 سنتيمتر، فما طول الضلع الثالث؟ الضلع الثالث يا اما يكون 7
اما هيكون ب3. طب بنعرفها ازاي؟ بنفرض الضلع التالت ده بال، ماشي يا حبيبي، بتقوم عامل فتره مفتوحه كده، اطرحها ومجمعها، 7 ناقص 3 و7 زائد 3، يبقى طول الضلع التالت بينتمي للفتره المفتوحه، 7 ناقص 3 تبقى ب4، و7 و3 بكام؟ ب10. يعني الضلع التالت عدد يقع بين ال4 و10. مين اللي بين ال4 وال10؟ ال3 ولا ال7؟ ها؟ مين؟ ال7. يبقى الضلع التالت هو ب7. فهمت المسألة بتاعتنا اللي هي رقم 4؟ جاب لك مثلث متساوي ساقين في ضلع بإيه؟ ب7 وضلع ب3، وأنا عايز أعرف الضلع التالت. أعمل إيه؟ أشوف الضلع التالت بينتمي للفترة من كام لكام؟ يعني الضلع التالت طوله بيقع بين كذا وكذا، بيقع بين الفرق بينهم ومجموعهم. يبقى هنطرح الضلعين من بعض ونجمعهم ونشوف الضلع التالت مين العدد اللي بينهم في الاختيارات، لأنه قال لك متساوي الساقين. فطالما متساوي الساقين يا إما الضلع التالت ده هيكون 7 أو هيكون 3، فالضلع التالت هيكون إيه؟ 7 سنتيمتر. يعني إجابتك د. السؤال 5 بيقول لي إذا كان المثلث ABC مختلف الأضلاع، فيه طول AC ب3 سنتيمتر، ده المثلث بتاعنا مختلف الأضلاع، المنظر ده كده مثلا، مثلث مختلف الأضلاع ABC، عندك الـ AC ب3 سنتيمتر والـ BC ب5 سنتيمتر، فكم عدد صحيح يمكن أن يكون طول الـ AB؟ يعني طول الـ AB كم عدد صحيح؟ بص يا حبيبي، الضلع ده شايفه اللي هو الـ AB ده، هتجيب الفترة اللي بينتمي ليها وتجيب الأعداد الصحيحة وتعدها، ماشي كده؟ ركز معايا الكلام، هو مش عايز طوله بكام، ده بيقول لك كم حل هينفع للاي بي وتعده، كم حل؟ طب نجيب كم حل دي ازاي؟ عن طريق الفتره. انت عارف ان الضلع الثالث اللي هو الاي بي ده بينتمي طوله، يعني طول القطعه اللي هو اي بي بينتمي للفرق والمجموع بينهم، فاحنا نطرحهم يديك 2، 5 ناقص 3 ب2، ونجمعهم يديني 8. يبقى الاي بي طول القطعه الاي بي بينتمي لمجموعة الحل، ها الأرقام اللي بين 2 و8 الأعداد الصحيحة، وقال لك عايز إيه؟ كم عدد صحيح؟ يبقى تعد الأعداد الصحيحة اللي بين الـ2 والـ8 اللي هو الـ3 والـ4 والـ5 والـ6 والـ7. كم عدد؟ عد بقى 1 2 3 4 5، يبقى 5 حلول. يبقى ممكن نقيس الاي بي ده يكون 3 سنتيمتر أو يكون 4 سنتيمتر أو 5 سنتيمتر أو 6 سنتيمتر أو 7 سنتيمتر، يبقى كام حل؟ يبقى 5 حلول، يبقى إجابتك هتبقى د اللي هي 5. ثانيًا، تطبيق المفاهيم العلمية، توجد بالبرهان قيمة إكس. هنا يا ولاد عندي زاوية المنظر ده، وهنا في شعاع، وهنا شعاع، وهنا شعاع. هنا الزاوية 104 درجة، وهنا الزاوية 110 درجة، وهنا الزاوية إكس. بص يا حبيبي، الإكس دي شايفها زاوية خارجة عن المثلث لجوه، يعني بتساوي مجموع الزاوية الأولى والزاوية التانية. يعني لو جبت الزاوية الأولى والزاوية التانية وجمعتهم مع بعض وطرحتهم من 180 تديك إكس، لأن إكس دي خارجة عن المثلث. يبقى طالما زاوية خارجة عن المثلث يبقى بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين عدد المجاورة لها. دي طريقة. طريقة تانية بتقول إن مجموع الزوايا الخارجة عن المثلث بيساوي 360 درجة. طب تعال نحل الأول، أقول 104، هنطرحها من 180، 180 ناقص 104 تديك 76. أهي الطريقة العادية دي 76، ودي 110 تبقى الزاوية هنا ب70. يبقى الزاوية الخارجة هتقول له 76 زائد 70 بيساوي 146. دي طريقة في الحل. خلاص؟ تبقى عارف إن الزاوية الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين الداخليتين. طب يا مستر الطريقة السريعة، أنت عندك دول تلات زوايا خارجة عن المثلث. التلات زوايا الخارجة عن المثلث بيكون مجموعهم 360، في حل آخر هعمله لك. هاخد الإكس دي أجمعها على 110، أجمعها على 104 وأساويها ب360، ليه؟ لأن يعني دي زوايا خارجة عن المثلث. مجموع الزوايا الخارجة لأي مثلث 360 درجة. فيبقى إكس زائد، اجمع بقى، 0 و4 هي 4، 0 و1 هي 1، وهنا 2. 360 اهي، واكس بتساوي نطرح 10 ناقص 4 ب6، 5 ناقص 1 ب4، و 3 ناقص 2 ب1، تطلع فعلا نفس ايه الناتج. يبقى قدامك طريقين في حل المساله دي. سؤال رقم 7 جاب لي هنا، خد بالك مفيش توازي هنا، يعني هو جاب لك مثلث فوق كده
هل شو فكر انه توازي ويحلها؟ لا، هو ما قالش ان في توازي. ماشي يا حبيبي، ما تستعجلش في حل المسائل دي. ماشي، جاب لك شكل بالمنظر ده وعمل هنا مثلث كده، مثلث تاني، هنا البي وهنا السي، هنا الزاوية كانت 24 من الزاوية 82، وهنا ال A وهنا ال D، هنا 79 وهنا ال A وهنا الزاوية X، وهنا عايز مني قيمة ال X. طب بص يا حبيبي، عشان نحل المسألة دي أنا لازم أجيب الزاوية الناقصة الأول في المثلث الموجود عن طريق مجموع قياسات الزوايا الداخلة المثلث 180 درجة. تعال نحل المسألة دي بقى بالبرهان. بقول له بما أن ان تراينجل، يعني في المثلث اللي هو سي بي اي جوه المثلث ده، في ايه؟ تقول له بما ان ميجر للانجل ايه، يعني قياس زاويه ايه، زائد ميجر للانجل بي بلس ميجر للانجل سي ايكوال 180 يساوي 180، مجموع الثلاث زوايا 180. يبقى قياس زاويه ايه تقول له 180 ناقص مجموع الزاويتين، دول 24 زائد 180 زائد 82، 4 و2 6 و8 و2 10، يبقى 10 ناقص 6 ب 4، 7 ناقص 0 ب 7، يعني يطلع الزاويه بكام؟ ب 74 درجه. يبقى احنا قلنا 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي هم 24 و 82، طلع الناتج معانا ب 74 درجه. تمام؟ في عندي تقابل بالرأس يا اولاد، يعني انت جبت الزاوية عندك ب 74. طب تكمل برهان ازاي؟ تقول بما ان المستقيم اللي هو ال سي اي، تقاطع المستقيم بي دي بيساوي النقطة بتاعتك اللي هي ايه، تقاطع في نقطة ايه. طالما المستقيمين تقاطعوا في نقطة ايه، يبقى انت عندك زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين في القياس. الزاوية الأولى اللي هي سي اي بي، يبقى المجرى للأنجل اللي هو سي اي بي يساوي ميجر للانجل اللي هو اي اي دي، الاثنين زي بعض، يبقى كام درجه؟ 74 درجه بالتقابل بالراس. يبقى ديت كام؟ 74 درجه بالتقابل بالراس. مفهوم كده؟ طيب اقدر اجيب بقى الزاويه اي اللي هي اكس دي من المثلث. هترجع تقول له ان تراينجل، يعني في المثلث الثاني اللي عندك اللي هنا ان تراينجل، يعني في المثلث اللي هو AED، ركز معايا AED في المثلث ده ايه؟ الاكس لما نجمع عليها ال 74 لما نجمع عليها ال 79 هديك 180 درجه، لان دي زوايا متجمعه او دي زوايا داخل المثلث، مجموع قياسات الزوايا داخل المثلث 180. يبقى انت اول حاجه جبت ال 74 من المثلث، جبت 74 زيها بالتقابل بالراس، تجيب اكس تجمع 74 و79 وتطرحهم من 180، يعني تقول له 180 ناقص وتفتح قوس وتحط جواها ال 74 وتحط معاها، ركز كده، ال 74 و تاني 180 ناقص وتفتح قوس وتحط جواها 74 زائد 79 يديك الناتج 27 درجة، يبقى ال اكس ب 27 درجة. اكتب كل خطوات الحل يا ولاد ضروري. خلاص، يبقى انت جبت الحل بتاعك اهو بالصورة دي، بيساوي كام؟ 27 درجة. تعالى نشوف المسألة اللي بعدها رقم 8. جاب لي هنا شعاع وفي شعاع تحت بيوازيه، يعني جاب لك مسألة مستقبلين متوازيين يا ولاد، وجاب لك هنا الايه، جاب لك هنا السي وهنا البي، هنا اكس وهنا جاب لك زاوية 55 درجة وهنا 30 درجة، وقال لك ان الاتنين دول بيوازوا بعض، هو عايز قيمة الاكس. طيب بص يا حبيبي، انت عندك هنا في وضع تبادل، شايفه؟ يعني انت عندك الشعاع دي اي، بما ان الشعاع دي اي بيوازي سي بي، يساوي قطعة مستقيمة سي بي، وعندك الدي بي قاطع لهما، ده قاطع،
يبقى هتلاحظ ان قياس زاوية سي يساوي قياس زاوية بي بكام؟ ب55 درجة. وضع ايه؟ تبادل، ده تبادل داخلي. تقول له بان في المثلث، تقول له ام تراينجل في المثلث سي اي بي، في المثلث سي اي بي الاكس زائد 30 زائد 55 بيساوي 180 درجة، لأن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث 180 درجة. فيبقى الإكس زائد هجمعهم يديني 85 وهنا 180، يبقى الإكس بيساوي أقول له 180 ناقص 85 تبقى كام؟ 95 درجة. يبقى الإكس بتساوي 95 درجة. تعال نشوف المسألة اللي بعدها رقم 9. بيقول لي هنا أمامك سلك طوله 48 سنتيمتر، ثني طرفاه هذا السلك من عند نقطتين عليه ليشكل مثلث، أي من الأطوال الآتية يمكن ثنيه ليشكل مع الجزء المتبقي مثلث؟ يعني هل هنتني الجزء ده بقى 12 و16 ولا 12 و12؟ هو طوله كله كان 48، تمام؟ ثني طرف هذا السلك عند نقطتين عليه يشكل مثلث، أي من الأطوال الآتية يمكن ثنيه ليشكل مع الجزء المتبقي مثلث؟ ها، هل 12 سنتي ولا 16؟ 12 سنتي و16 سنتي، يعني القطعة تبقى هنا 12 وهنا 16، ولا 12 و12؟ طب هو كلهم 48. تعال نشوف الاحتمال الأول. الاحتمال الأول بيقول لك أنا هاخد هنا 16 سنتي والتاني يبقى 12 سنتي، طب التالت تبقى بكام؟ هتجمع 12 و16 يبقى 28، تطرحهم من 48 يبقى كام؟ 20 سنتي. أنت فاهم؟ يعني بتاخد قطعة من هنا 16 سنتي وتتني من هنا 12 سنتي، تتني دي 12 سنتي ودي 16، دي هتبقى كام؟ 20، تمام؟ لأن مجموعهم كلهم هيطلع ب 48. طب هل الاحتمال ده صح ولا غلط يا أولاد؟ طبعا عشان نشوف صح ولا غلط لازم نعمل ايه؟ لازم نشوف مجموع طولي الضلعين الصغيرين، لو اكبر من الضلع التالت تنفع. يعني اقول له بما ان لو انا جمعت ال 12 زائد ال 20 ولقيتها اكبر من ال 16 يبقى ايه؟ يمكن، يبقى انا ينفع ان انا اخلي جزء يتنى طوله 16 وجزء تاني يطلع يتنى يبقى طوله 12 والباقي هيبقى ب 20 سنتي، يبقى الاحتمال الاول نفع. طب الاحتمال التاني لما نخلي قطعة نتنيها ب12 وقطعة ب12، التالتة هتبقى بكام؟ هو كله كان 48 سنتيمتر، يبقى 12 و12 28، يعني نقول له 48 ناقص 28 تطلع بكام؟ ب20 سنتيمتر. فاهمين؟ أنا خدت 12 و12 يبقى 24، 12 و12 24، تاني كده 48 ناقص 24 تطلع 24، القطعة الأخيرة دي بكام؟ 24، يعني بقى عندي قطعة طولها 12 سنتي وقطعة 24 سنتي و12 سنتي. هل دول هيكونوا مثلث ولا لأ؟ هاخد الضلعين الصغيرين وأجمعهم، لو كان مجموعهم أكبر من الضلع التالت يبقى يمكن. لو أنا جمعت 12 مع 12 اللي هي الصغيرة، ها هتطلع ب 24، يبقى مش هينفع. ليه؟ لأن مجموعهم لازم يكون أكبر من الضلع التالت. يبقى هنا ايه؟ لا يمكن، مش هينفع ان احنا نرسم مثلث بالاضلاع الموجوده. انا اتني هنا 12 واتني هنا 12 هنا 24، مش المثلث مش هيتكون مثلث، يبقى بالمنظر ده كده مش هيعمل مثلث. يبقى الاجابه بتاعتي الف هي اللي هتنفع. السؤال رقم 10 بيقول لي اوجد بالبرهان قيمه ما هو مطلوب. هنا الزاويه سي وهنا الزاويه بي وهنا الزاويه ايه؟ هنا الزاوية كانت 2x ناقص 5، وهنا الزاوية كانت 3x زائد 4، وهنا زاوية بي المجرى بتاعها كان 4x ناقص 8. طيب يا حبيبي، عشان تحل برهان في المسألة دي تقول بما أن الأول كده إن تراينجل في المثلث، اكتب اسمه اللي هو ABC في المثلث ABC، عندي هنا تقول له measure of angle A، يعني قياس زاوية A زائد قياس زاوية B زائد
هي زاوية سي 3 ب 180 درجة. طب ال 3 ب 180 درجة يبقى أنت تستنتج إن مجموعهم ال 3 ب 180، يعني أول زاوية اللي هي 2 إكس ناقص 5، والزاوية اللي بعدها اللي هي 3 إكس زائد 4 و 4 إكس ناقص 8، كلهم مجموعهم بكام؟ ب 180. صفي مسألتك، يعني اجمع الحدود المتشابهة مع بعضها، 2 إكس 3 إكس يبقى 5 إكس، 5 إكس و 4 إكس يبقى 9 إكس، سالب 5 وموجب 4 سالب 1، سالب 1 ل 8 بسالب 9 تساوي 180، أعدي 9 بعكس الإشارة يبقى 189 مقسومة على 9 تديك 21. يعني أقول له إن 9 إكس بتساوي 189، يعني الإكس بيساوي 18 على 9 فيها 2 و9 على 9 فيها 1، يبقى الإكس تطلع بكام؟ 21. مسألة رقم 11، جاب لي مثلث هنا الـ ABC، جاب لي هنا منصف المثلث وجاب لي هنا منصف. المنصف يا ولاد بيقسم الزاوية لزاويتين متساويتين في القياس، هنا الزاوية كانت 126 درجة لفوق، وأنا عايز أجيب البرهان قيمة ما هو مطلوب. إيه هو المطلوب عندي؟ عايز قياس زاوية سي. طب المسألة اللي فاتت يا ولاد هو كان عايز زاوية بي. نرجع كده للمسألة رقم 10، كان عايز زاوية بي. أعتقد أنا جبت الإكس بكام؟ 21. جبنا الإكس ب 21. نرجع كده للمسألة رقم 10 الأول، هو مش عايز الرمز ده، هو عايز الزاوية، يبقى تجيب الميجر للأنجل بي تكملها بقى، هتقول له بيساوي 4 إكس ناقص كام؟ ناقص 8، يعني 4 في 21 ناقص 8، 4 في 1 ب 4 و2 في 4 ب 8، يعني 84 اللي عندي ناقص 8، 84 ناقص 8 بكام؟ ب 76. يبقى الزاوية يا ولاد هيطلع قياسها بكام؟ زاوية بي تطلع قياسها ب 76 درجة للتمرين رقم 10. التمرين اللي بعده رقم 11، جاب لي مثلث وفيه هنا منصف وهنا منصف، المنصفين تقاطعوا في نقطة كونوا زاوية قياسها 126 درجة، وعندك زاويتين هنا زي بعض والزاويتين دول زي بعض، وهنا السي وهنا الـ A وهنا الـ B. هو عايز يجيب زاوية سي اللي فوق. طيب بص يا حبيبي ركز كده، انت عندك هنا زاوية مقسومة لجزئين، الزاوية اللي تحت ده مقسومة لجزئين زي بعض ودول جزئين زي بعض، يبقى انت لو جبت مجموع الزاويتين اللي هي الاكس والدوت مع بعض دول، يبقى الاتنين ضربت وضربتهم في اتنين هيديك المجموع الزاوية الكبيرة هنا والزاوية الكبيرة اللي هنا، يعني زاوية A وزاوية B يبقى مجموعهم موجود عندك، تقوم طرحه من 180 تديك السي. تاني يا حبيبي انت عندك هنا الزاويه 126، طب ازاي تحلها بالبرهان؟ بص كده، انا هسمي زاويه 1 هنا وهنا زاويه 2 وهنا زاويه 3 وهنا زاويه 4 كده، شايف؟ اكتب معايا عشان تفهم. انا عندي اهو الرسمه اهو، في هنا منصف وهنا منصف، هنا سميناها زاويه 1 مثلا وهنا 2 وهنا 3 و4 مثلا كده، تمام؟ وهنا زاويه سي وهنا 126. هتاخد اول حاجه المثلث اللي عندك، تقول بما ان قياس زاوية 2 زائد قياس زاوية 4، لأن عايزك بالبرهان. بص قياس زاوية 2 ده هي زائد قياس زاوية 4 زائد 126 اللي هي الزاوية اللي فوق، التلاتة مجموعهم بكام؟ 180 درجة، تمام؟ يبقى قياس زاوية 2 زائد قياس زاوية 4 يساوي 180 ناقص 126، هيديك كام؟ 54 درجة. يبقى الزاويتين دول مجموعهم 54. طيب زاوية واحد بما ان ميجر لانجل واحد يساوي ميجر لانجل اتنين، يعني زاوية واحد بيساوي زاوية اتنين، والميجر للانجل تلاتة بيساوي ميجر لانجل اربعة، يعني قياس زاوية تلاتة بيساوي قياس زاوية اربعة، واحد بيساوي اتنين، يبقى تستنتج ايه؟ ان قياس زاوية واحد برضه هتبقى هي لما تجمع عليها زاوية واحد وتجمع عليها زاوية تلاتة، الاتنين برضه هيكون مجموعهم بكام؟ 54 درجة. مش يا ولاد مش اتنين وأربعة لما تجمعهم مع بعض يديك 54، واحد لما تجمع عليها تلاتة يديك برضه 54، لأن الواحد زي الاتنين والتلاتة زي الأربعة، فطالما الاتنين والأربعة مجموعهم 54
والواحد زي الاثنين والثلاثة والأربعة، يبقى لو جمعت برضو واحد وثلاثة مع بعض المجر بتاعها هنا وهنا قياس واحد وقياس ثلاثة يديك برضو 54، تمام؟ فبالتالي تقدر إن أنت تجيب زاوية إيه زائد زاوية بي، يبقى القياس لزاوية إيه زائد القياس لزاوية بي هتقول له 2 في كام؟ 54، يعني يديك 108 درجة. يبقى الزاوية اللي عندك اللي هي الـ A والـ B مجموعهم ب 108 درجة. خلاص تقدر تجيب بقى زاوية C من المثلث نفسه الكبير، تقول له N تراينجل المثلث اللي هو CAB كبير ميجر، تقول له إذا ميجر للأنجل C تساوي 180 ناقص 108. يبقى 180 هطرح منها ال 108 تديني الأنجل اللي عندي اللي هي زاوية إيه؟ زاوية C اللي فوق. يبقى 180 ناقص 108 تديني 72 درجة، يبقى الناتج بتاعنا هيطلع بكام؟ 72 درجة. مفهوم كده؟ السؤال اللي بعده رقم 12، رقم 12 هو عايز هنا قياس زاوية اف جي سي. طيب هو رسم الشكل ده، هنا مثلث وهنا رسم مثلث اخر، هنا السي وهنا الجي وهنا الاف وهنا البي وهنا الاي وهنا الاي وهنا الدي. هنا الزاوية كانت 82 درجة والزاوية فوق 64، هنا الزاوية 88 وهنا الزاوية 75، وأنا عايز أجيب اف جي سي. اف جي سي الزاوية دي هجيبها ازاي؟ أول حاجة هجيب زاوية سي من المثلث ده أهو، شايفين المثلث ده يا ولاد؟ أجمع ال 64 وال 82 وأطرحهم من 180 تديني سي، يبقى أقول له ان تراينجل اللي هو الـ ABC ميجر للانجل بتاعي اللي هو السي تساوي 180 ناقص 64 زائد 82، يبقى اقول له 180 ناقص وافتح قوس واكتب جواها 64 زائد 82 تطلع كام؟ 34 درجة. يبقى الزاوية تبقى 34 درجة، ده في المثلث الأولاني. تعال ناخد بقى ان ترينجل التاني اللي هو دي اف اي، دي اف اي عايز اجيب زاويه اف، يبقى اقول له هنا ميجر للانجل اف قياسها هيساوي 180 ناقص مجموع الزاويتين اللي عندي اللي هي الزاويه 80 ولا 88 و 75، اقول له 88 75، يبقى اقول له هنا 180 ناقص 88 زائد 75 هيعطيك 17 درجه، يطلع 17 درجة. يبقى أنت جبت الزاوية اللي هنا اللي هي السي، قلت 180 ناقص 64 زائد 82، أهي 180 ناقص 64 زائد 82 طلعت معاك 34 درجة. الزاوية هنا 34 والزاوية هنا طلعت 17، اللي هي 180 ناقص 88 زائد 75 ادتني 17 درجة. تبقى تجيب بقى الزاوية الناقصة اللي هي زاوية جي اللي هو عايزها بقى في المثلث، تقول ان ترينجل اخر خطوة في المثلث بقى الصغير ده اللي هو اي اللي هو اف جي سي. في الاف جي سي هتقدر ان انت تجيب مين؟ زاوية جي. اذا ميجر للانجل جي اللي هو عايزها الزاوية ده وعايزها اللي هي اف جي سي اللي هي الزاوية دي، هتقول له 180 ناقص 17 زائد 32، يبقى تقول له هنا 180 ناقص 34 زائد ايه 17، 180 ناقص نفتح قوس ونحط جواه 34 زائد 17 هيديك 129 درجة. يبقى الحل بتاعك بيساوي 129 درجة. يبقى الزاوية المطلوبة قياسها بكام؟ 129 درجة. تعالوا نكمل التمارين. التحليل وتكامل المواد، هنا بيقول لي ايه وجدت قيمة X. عندي هنا يا ولاد
الشكل بيكون مثلث بتاع العجلة، المنظر ده، دراجة اهي، يبقى دي كانت نازلة شوية كده، ودي نازلة بالمنظر ده، وده نازل كده، يعني مثلا الشكل كان كده بتاع العجلة. فأنا عايز أجيب قيمة إكس، هنا الزاوية 31، هنا الزاوية 87، وهنا 2 إكس. ماشي، يبقى أنت هتجمع 37 والاتنين إكس وال31 وتساويهم بال180. يبقى أقول له هنا 2 إكس زائد 31 و37، 1 و7 8، و3 و3 6 بتساوي 180. يعني تقول له 180 ناقص 68 وتقسم على 2، يعني 2 إكس هتبقى الفرق بينهم 112، اقسم على 2 يبقى الإكس بيساوي 56 درجة، يبقى الإكس قيمتها ب 56 درجة يا ولاد. السؤال ب 14، الشكل اللي قدامي ده هو عايز إكس، إكس هنا يا ولاد دي زاوية خارجة عن المثلث، المثلث قائم الزاوية، في زاوية خارجة إكس قياسها بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين، يعني عندك هنا زاوية ب 37 وهنا 90، يبقى الإكس زاوية خارجة عن المثلث قياسها بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين عدد المجاورة لها، يبقى الإكس بيساوي 0 و7 × 7، 9 و3 = 12، يعني 127 درجة. مسألة حساب ذهني رقم 15، بيقول لي عند فتح باب، عند فتح حجز أو فتح حاجز السيارات، عند مدخل موقف السيارات بزاوية أقل من 90 درجة، تقاس المسافة بين الموضع الأول والموضع الأخير 4 متر، وأصغر عدد صحيح يعبر عن طول الحاجز. طول الحاجز يبقى بكام؟ خد بالك ده طبعين متساويين، لأن هو بيقول لي إحنا بنرفع ده الحاجز يا ولاد اللي إيه يحجز العربية عشان تمر، فبيقول لي لما تترفع لفوق بترفع البعد بينها وبين الموضع اللي كانت فيه مسافة 4 متر. عند فتح حاجز السيارات، الحاجز بيتفتح لأعلى بزاوية قياسها أقل من 90، تقاس المسافة بين الموضع ده، الموضع الأول اللي هو A مثلا، والموضع الثاني اللي هو B، بتساوي 4 متر. ما أصغر عدد صحيح يعبر عن طول الحاجز؟ أصغر عدد صحيح بيعبر عن طول الحاجز ده كام يا أولاد؟ الحاجز ده طوله يبقى بكام؟ فأنا هفرض إن ده إكس وده إكس. طيب عايزين نجيب أصغر بعد، أصغر بعد هنجيبه إزاي يا أولاد؟ دي زاوية هنا أقل من 90، طب ده مثلث متساوي الساقين، عايزين أصغر زاوية هنا يا أولاد ينفع. طيب أنت لو خدت مثلا 3 سنتيمتر أو 3 متر و3 متر، وجيت تطبق القاعدة، لو جمعت 3 و3 يديك 6، الست أكبر من كام؟ بالأربعة، هو عايز أصغر ضلع. طب لو خدت 2 متر و2 متر، لأن يبقى متساوي الساقين، القطعة دي أصل قد القطعة دي، لأن هي اترفعت، فالقطعة دي زي دي. فلو خدت هنا 2 متر وهنا 2 متر، يبقى تجمع 2 و2 = 4، الأربعة بتساوي 4، غلط، لأن يبقى مثلث في ضلع 4، وضلع 2 وضلع 2، مش هينفع يتقسم مثلث، لأن لما تجمع 2 و2 هتبقى بتساوي 4، غلط. فلازم لما تجمع الضلعين اللي عندك يكون أكبر من الضلع التالت، فهو مثلث متساوي الساقين. يبقى أصغر عدد صحيح هيبقى 3 متر، أصغر عدد صحيح ب 3 متر يا ولاد، فهمتوا؟ يبقى أنت ممكن تجرب، تقعد تجرب أرقام، لو خدت مثلا هنا 4 و4 هتنفع، و5 و5 هتنفع، بس هو عايز أصغر، فتاخد ضلع 3 و3 ولا 2 و2؟ لو خدت 2 و2 مجموعهم 4، مش هتنفع، لأن الأربعة تساوي 4، ولازم مجموع الضلعين اللي في المثلث يبقوا أصغر من الضلع التالت، مجموع الضلعين في المثلث أكبر من الضلع التالت، يبقى 3 و3 6 أكبر من الضلع التالت اللي هو 4، يبقى أصغر طول الحاجز هقول 3 متر، أصغر طول الحاجز هيبقى بكام؟ 3 متر. مسألة رقم 16، يقول لي يستيقظ محمود باكرا، مبكرا للذهاب إلى مدرسته تبعد عن منزله 300 متر. ماشي، المدرسة هنا، المدرسة وهنا المنزل، بيبعد عنها مسافة 300 متر. وبعد انتهاء اليوم الدراسي يتجه محمد إلى صالة الصالة الرياضية التي تبعد عن المدرسة، بعد ما بيروح المدرسة بيروح الصالة الرياضية بتبعد مسافة 179 متر، ثم يغادر بعد انتهاء من تدريبه ويعود إلى منزله كما هو موضح. هو حتى رسمها لك أهو يا أولاد، هو رسم المسألة، يعني هو عامل لك هنا صالة الألعاب،
رسم الرسم اهو، المدرسة المنزل اهو كان هنا، اتحرك من السير الاي وبعد كده طلع المدرسة راح صالة الألعاب اللي هو البي، وبعد كده عدل المدرسة. المسافة بين المنزل والمدرسة كان 300 متر، والمنزل والمدرسة وصالة الألعاب 179 متر. ما أقل عدد مسافة على الصحيح يعبر عن المسافة التي يقطعها محمد بالأمتار حتى يعود، يقطعها محمد بالأمتار من خروجه من منزله حتى عودته إليها، من المنزل حتى يرجع. فإحنا عايزين المسافة دي كلها تبقى بكام يا أولاد؟ فأنت هتحتاج تجيب المسافة اللي هي بي سي الأول، وبعد ما تجيب بي سي بكام تجمع المسافات دي كلها، لأنه عايز هنا ما أقل عدد صحيح المسافة التي يقطعها محمد بالمتر من خروجه من المنزل أول ما يطلع من المنزل لحد ما يرجع للمنزل بتاعه. فأنت مطلوب تجيب السي بي، بس هو بيقول لك هنا أصغر أو أصغر عدد صحيح يعبر عن طول المسافة سي بي. فهمت كده؟ ها طب إزاي نجيب السي بي؟ ها من الشاطر يقول هنجيب السي بي، أقول له طول القطعة سي بي بينتمي للفترة المفتوحة، هجمعهم وأطرحهم، أخد الفرق الأول، أقول له 300 ناقص 179 وهي 300 زائد 179. يعني عدد بيقع بين الفرق والمجموع يا ولاد، يبقى طول السي بي المسافة من السي للبي المنزل لصالة الألعاب هتساوي 300 ناقص مجموع المسافتين اللي عندي. ولاد عشان اجيب السي بي كله فاهم كده، يبقى انا هجمع ال 300 وال 197 واطرحهم من بعض واشوف عدد يقع بينهم، اصغر عدد يقع بينهم يعني. يبقى طول القطع سي بي بينتمي للفرق والمجموع، اقول له 300 ناقص 197 تديني 108 متر، و300 زائد 197 هجمعهم هنزل السبعة، صفر وسبعة هي السبعة، تسعة وصفر هي التسعة، وتلاتة وواحد أربعة. طيب هنا 108 وهنا 479، يبقى طول السي بي قطع سي بي المسافة دي طولها بكام؟ أقل بقى، يبقى عدد يقع بين 108 و497 العدد الصحيح اللي بعد 108 اللي هو 109، يبقى طول القطع سي بي هيبقى 109 متر. خلاص يبقى أنت جمعتهم وطرحتهم وشفت عدد بينهم، عدد يقع بين الفرق والمجموع، اصغر عدد صحيح يقع بين الفرق والمجموع اللي هو 109. فيبقى المسافه كلها بقى اللي هو عايزها، المسافه اللي هيمشيها من المنزل حتى يعود الى المنزل، هقول له 300 زائد 197 زائد 109. خلاص هجمع الثلاث مسافات مع بعض، ال 300 زائد 109 زائد 197 تطلع معايا 606 ايه متر، 606 متر. دي المسافة كلها. تعال نشوف مسألة تفكير إبداعي رقم 17. إذا كان اي بي مثلث في طول بي بيساوي 9 سنتيمتر، أوجد أصغر قيمة صحيحة لمحيط المثلث ABC. أنت عندك مثلث أهو ABC، عندك طول القطعة BC بتسعة سنتيمتر، أوجد أصغر قيمة صحيحة لمحيط المثلث ABC. أصغر قيمة من المحيط تبقى بكام يا ولاد؟ طيب المثلث ده جاب لك ضلع واحد فيه، ما قالش نوعه يعني. احنا عايزين اصغر قيمه صحيحه، يبقى انا لما اجي احل المساله هشوف اصغر ارقام هنا هتنفع اعوضها، يكون مجموعهم اصغر من ايه؟ من 9. لو خدت 1 و1 2 اصغر من 9 ما ينفعش، لازم مجموع ايه ضلعين يكون اكبر من الضلع الثالث. طب لو خدت 2 و2 مش هينفع، لان 2 و2 4 و4 اصغر من 9. طب لو خدت الضلع ده ب3 وده 3، يبقى 3 و3 6 مش هتنفع. خدت 4 و4، 4 و4 8، 8 اصغر من 9 مش هتنفع. طب لو خدت ضلع ب5 وضلع ب5 تنفع، لان 5 و5 مجموعهم 10 اكبر من 9. يبقى انت هتجرب ضلعين ويشوف مجموعهم اصغر من ايه؟ اصغر مجموع، تجرب الضلعين وتشوف الضلعين اللي عندي لو كان مجموعهم اكبر من الضلع الثالث يبقى الضلعين دول ينفعوا، بس هو اصغر قيمه، لان بعد السته تنفع، يعني بعد الخمسه في سته تنفع، بس هو اصغر قيمه تنفع. عشان تجيب اصغر قيمه يبقى انت لازم تكون العددين اللي هتجيبهم الصحيحين يكون مجموعهم اكبر من الثالث. فالخمسة والخمسة بعشرة أكبر من الضلع الثالث،
فبالتالي جيب أصغر محيط، أهو نجمع بقى أضلاع المثلث، 5 زائد 5 زائد 9 يبقى يديني 19 إيه؟ سنتيمتر، مفهوم؟ لأنه قال لك أصغر محيط، فالضلعين دولت لازم تجيبهم تجرب أرقام وتجيب الأرقام دي بس أعداد صحيحة، ما تجيبش قصور بقى، لأنه قال لك إيه؟ أصغر قيمة صحيحة، فأنت تبعد عن القصور، تاخد أعداد صحيحة وتشوف الرقمين اللي عندك اللي هينفع يتجمعوا. طب ما ده حل، ده لو كان متساوي الساقين كده صح. طيب هو ينفع يا اولاد اخد مثلا واحد، تعال نجرب كده، واحد مع كام؟ تعال نجرب، لان هو ما قالش متساوي الساقين، ده في حاله لو كان قال لي متساوي الساقين عشان ما يقعش في الفخ، يعني ما اخدش الضلعين زي بعض، يعني ممكن اخد الواحد اجربه مع الاثنين، ما ينفعش، الواحد مع الثلاثه، الواحد مع الاربعه، الواحد مع الخمسه، الواحد مع السته، الواحد مع السبعه، الواحد مع الثمانيه، واحد مع الثمانيه، تسعه، تسعه ما تنفعش، بتاخد ضلع بواحد مثلا، والضلع الثاني هيبقى ب10، لان واحد 10، لو جمعت واحد و10 تديك 20، واحد و10 11، 11 و9 20، يبقى المحيط هنا في الحاله دي لما تاخد ضلع بواحد سنتي، والضلع هنا كان 9، والضلع اللي بعديه كان 10، مش هتنفع، لان واحد و9 10، فتقوم واخد برضو هنا 9، واحد و9 10، تاخد واحد و9، يبقى 9 و9 18، 1 19، يبقى انت لو خدت ضلع هنا ب9 و9 زيه، وده واحد، جمعت الضلعين الصغيرين اكبر من الضلع الثالث، يبقى الحاله دي لو كان متساوي الساقين يبقى مش هينفع اخد ايه 19، 9 و9 18، 1 19، يبقى اصغر ضلع فعلا، اصغر محيط 19، لان برضو لو انت خدت 9 و9، بص كده، لو انت خدت الاضلاع 9 سنتي و9 سنتي وخدت ده مثلا 1 سنتي وجمعتهم، جمعت الضلعين الصغيرين هيكون مجموعهم اكبر من الضلع الثالث، 9 1 10 اكبر من 9، فتنفع برضو، بس المحيط برضه هيطلع متساوي، يطلع ب19، فأصغر محيط هيطلع بكام؟ ب19. طب لو جربنا 2، تعال نجرب كده عدد تاني، يعني مثلث مثلا يبقى 9 وهنا 2، هناخد 2 مثلا وكام؟ ناخد 2 و9 11، 2 و8 10، خد 8 كده نفعت اهي، 2 و8 10، 10 و9 19، يبقى أصغر محيط فعلا طلع 19، سواء خليته مثلث مساوي الساقين يبقى اصغر محيط طلع ايه 19، او لو انت خدت 2 سنتي و8 سنتي و9 سنتي لقيت مجموعهم اصغر ضلعين اكبر من الضلع الثالث اللي هو 10، وخدت مثلا 1 و9 مجموعهم ب10 اكبر من 9، يبقى اصغر محيط هنا ب19. المساله اللي بعدها رقم 18، اوجد بالبرهان قياس زاويه اي سي بي، جاب لي شكل بالمنظر ده، وهنا الزاويه كانت سي، وهنا الزاويه بي، وهنا الزاويه ايه، وهنا الزاوية دي، وهنا 68، وهنا 39، وهنا الزاوية كانت 31، هو عايز زاوية اي سي بي اللي هي الزاوية اللي بره دي. طيب هنجيب الزاوية اللي عندنا دي ازاي يا ولاد؟ مين الشاطر يقول لي نعمل ايه عشان اجيب الزاوية؟ انت لو عرفت الزاوية اللي فوق دي بكام؟ تقدر تقول 360 ناقص الزاوية دي وتجيب زاوية سي، لان الزاوية ايه؟ زاوية منعكسة. ماشي؟ تعالى كده نعمل عمل، نوصل القطعة بتاعتنا دي هنا، يعني نعمل مستقيم، نوصل المستقيم سي دي كده، وده البي وده الاي، وهنا الزاوية 31، وهنا الزاوية 39. الزاوية اللي انت عايز تجيبها اللي هي السي تقدر تجيبها لو انت جبت الزاوية اللي فوق دي. طب هنجيبها ازاي؟ انت عندك الزاوية دي كلها ب68، طب ما تيجي نقسم ال 68 دي لجزئين، ايه رأيك؟ يبقى نعمل عمل نرسم سي دي، وبالتالي أصبح الشكل اللي عندك ده شكل كله شكل رباعي، الشكل رباعي مجموع قياسات زوايا الداخل 360 درجة، يبقى أي شكل رباعي يا أولاد مجموع قياسات زوايا إيه الداخلة كام؟ 360. يبقى أنت بدل ما ترسم عمل تبقى عارف إن الشكل ده شكل محدب اللي هو الـ A دي بي سي، ده شكل محدب يبقى مجموع الزوايا اللي جوه ب 360 درجة، يبقى أنت عندك هنا زاوية 31، وزاوية هنا 68، وزاوية هنا 39، من غير بقى ما تعمل عمل هتجيب قياس زاوية ACB المنعكسة، هجيب قياس زاوية ACB ايه؟ المنعكسة اللي هي اللي فوق دي، بتساوي 360 ناقص مجموع الزوايا اللي هي 68، والزاوية اللي هي 31، والزاوية اللي هي كام؟ 39. يبقى تقول له 360 ناقص، تفتح قوس تقول هنا 68 زائد 31 زائد
39، 68 و 39 و 31، هيطلع لك الناتج ب 8 ب 222 درجة. إذا هي الزاوية ACB المطلوبة 360 ناقص 222، هنطرحهم ببعض يبقى 360 ناقص الناتج اللي عندي هيطلع 138 درجة. يبقى الزاوية اللي عندي طلع قياسها بكام؟ 138 درجة. تمام؟ السؤال اللي بعده يبني مثلث ورسم زاوية فوق كده، هنا الدي والزاوية هنا كانت 124، وهنا زاوية بي، وهنا الزاوية دي زي الزاوية اللي هنا، لا زي الزاوية اللي فوق يا ولاد، الزاوية دي اكس، يبقى دي زي اكس زيها، وهنا سي وهنا الاي. هو عايز زاوية سي اي بي، سي اي بي اي اي سي بي، اي سي بي عايز الزاوية دي كلها. طيب نحلها ازاي يا ولاد المسألة دي؟ أنا رمزت للزاوية دي اكس والزاوية دي اكس. طيب عشان أجيب زاوية اي سي بي الزاوية دي كلها هعمل إيه؟ لازم أجيب الزاوية اللي ناقصة اللي هنا. يبقى الزاوية اللي ناقصة اللي هنا أقول 180 ناقص 124 زائد اكس، تقول بما أن هي الزاوية دي بي سي اللي هي الزاوية دي بي سي دي بيساوي اكس بيساوي قياس زاوية اي سي دي. انت فرضت كده ان الزاوية دي زي الزاوية دي كل واحدة فيهم باكس، وبما ان في المثلث اللي هو دي بي سي، المثلث اللي هو دي بي سي تقدر تجيب قياس زاوية دي سي بي اللي هي الزاوية ده، هنجيبها ازاي؟ يقول 180 ناقص 124 زائد الاكس. يا ولاد انا بجيب الزاويه اللي جوه دي من المثلث الصغير ده، بجمع الزاويتين دول واطرحهم من 180، يعني 180 ناقص 124 اهي يقول يساوي 180 ناقص 124، واضرب السالب في الموجب بسالب اكس، يبقى اقول له هنا 180 ناقص 124 بايه؟ ب 56. يبقى 56 ناقص اكس اللي هو القياس اللي هنا، يبقى القياس اللي انت جبته ده بكام؟ اهو الزاوية هنا 56 ناقص اكس، ماشي. والزاوية اللي هنا انت جبتها اكس، انت عايز تجيب بقى الزاوية دي كلها اللي هي زاوية سي اي سي دي، يبقى هتجمع بقى 56 ناقص اكس مع اكس. فهمتوا كده يا ولاد؟ واضحة ولا لا؟ يبقى احنا يا ولاد جبنا الزاوية دي الأول طلع قياسها 56 ناقص اكس، وبالتالي يا ولاد اقدر اجيب الزاوية اللي عندي اللي هو قياس زاوية سي، هقول له اكس زائد 56 ناقص اكس، فيطلع الناتج بتاعي كام؟ ب 56 درجة. كده اكون خلصنا المسألة والناتج طلع ب 56 درجة اللي هي زاوية اللي عندي اللي هي اي سي بي.